رز بسمتي، ميه بصل، بصل مبشور، بهارات وجوز الطيب، بودره ثوم، بودره بصل، ويعني ممكن زبده او حتى سمنه البلدي تبقى قليله. الرز البسمتي بالذات المواد الدهنيه مش بتبقى حلوه قوي عليه، خلاص يعني يا دوبك ممكن لما يخلص نقوم حاطين او نحط معلقه صغننه. تمام. طيب هحط اهو كده معلقه صغننه مع الزيت، واحط البصل المبشور، ماشي، وهحط على الرز البسمتي، هحط كده على البصل المبشور على مية البصل، بودرة البصل، بودرة الثوم، البهارات، شايفين، ماشي، واقلبها كويس قوي، وبعدين احط كل ده، هلقع بيه الرز البسمتي 5 دقايق كده قبل ما ما احطه على النار، عقبال ما البصل ميه البصل تكون عقبال ما البصل يكون اتشوح اهو. يبقى انا هنا تبلت الرز البسمتي بايه؟ ميه بصل، 7 بهارات، بودره بصل، بودره ثوم، وهنا جوزه الطيب هنحطها بس وهو بيستوي. عايزه اقول لكم طعمه هيبقى ظريف جدا. شايفين اهو ده لسه شويه، هحط له بقى فلفل اسود وملح، هقلب بتتبيلته الجميلة دي. نقول تتبيلة الرز تاني، تبلنا الرز البسمتي في مية بصل مع ملح وفلفل وكمان بودرة ثوم، بودرة بصل، 7 بهارات، وهنحط جوز الطيب. عشان يلحق يستوي. نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.